مستمعينا وين ما كنتوا، هذه كورنيش ويكاند مكملين معاكم حتى للعاشرة متاع الليل، توا 9:36 دقيقة. وفرحان برشا باش نستقبل حذية الممثل واليوتيوبر والكوميدي وهو سابر سيزار. إذا حذينا توا باش حكينا عليه مسرحية أهو. مرحبا بيك. صباح الخير سكوح. لاباس عليك؟ صافا الحمد لله. مرحبا بكم على موجات موزايك اف ام، معايا سكوحي معنا في الإيميسيون. مرحبا بيك سكوحي. مرحبا بيك عايش. مرحبا بيك. شنو جديدك؟ موزايك اف ام الحمد لله برشا. سلام عليك. حتى أنا والله. ومحلاها الإكيب ومحلى لمتكم. عاد تشكيلة مستانسة عاد. الشلة هذه يا خويا مجرمة. فهمتش كيفاش لميتوا في إيميسيون؟ الكل اللمة صحيحة وماهيش تاع ميسيون. هو جماعة الشغب الكل تاع باقة تتلموا في باقة نتاع تتلموا في ما نعرفش كيفاش كيفاش. عندنا بابارازي من بعد، عندنا البابارازي من بعد. ايه عندنا بابارازي. العب انت خير منا سيدي. العب باهي نمشيو نحكيو. اذا على مسرحية اهو اهو سيزار، انا ما عرفتش خاطر هي في الافيش نقرا اهو وتحتها سيزار، هل هو اسمها اهو ولا اسمها اهو سيزار؟ ومن بعد قول لي الاسم علاش هذاك بالذات في عقلك. انا هذيك من العشرة. لا لا علاش حاضر يا اخي بالك لامبروفيست هي المسرحيه. نو نو هو هو الوضع هو اللي نحب نحكي فيه. هو سيزار جاي باش يقول حاجات ما قالهمش في جو برو. هو سيزار افيك اون اوتر مانيير، خاطر التياتر ماهوش مونتاج وماهوش جو برو، حاجه اخرى. لايف بيان سو ابار لايف اللي هو سيغمون اللي هو لايف مي مسرح سين. التجربة دي ما تخوفك صبر بحكم انت تبارك الله خدمت تلفزة، خدمت في يوتيوب في التمثيل، عملت الستاند اب وهذا الكل ومسجل. يعني تاخو وقتك وتحضر بطبيعة مسرحيتك مش كون محضر، هذا يعني مما لا شك فيه نصك ودنيتك ومعك حمزاوي زادة باش يكون هو مخرج وشارك في الكتابة نحكيو عليه بعد شوية. لكن ما تخوفكش الحاجة هذه، خاطر ساعات في اليوتيوب مثلا كي تصور في ستاند اب تقعد مع صحابك يقولك لي هذه نحية هذه زيدها، ما تخافش منها في التياترو؟ فماش نجاح اذا ما فماش ريسك، وما تنجم تدخل في الريسك ويكون عندك قلب متاع ريسك الا ما تحضر له تو سامبلومون. السين شنو تستحق تخدم لها خاطر باش تطلع على سين، دونك فما سوفل فما ديكومبوزيسيون باش تعملهم، لازمك تعجب اهل الذكر على القليل، اذا ما عجبتهمش يحترموك يحترموا مجهودك. ففما معايير ما يلزمكش ما تعملهمش، ما يلزمكش مينيموم لازم عندك وقفة متاع سين، مينيموم عندك إلقاء، عندك فما مينيموم غوكي متاع حاجة سيغ سين. ما تخوفنيش، خوفتني بيان سور، أما خوفتني مش ما نحبش نعملها، خوفتني نحب يوصل تعبنا كيما عملناه. فهذيك أكثر هوس عندنا كان، والحمد لله فضل ربي مشيت من الميزانسين محمد أمين حمزاوي وشارك في الكتابة بيان سور. باهي سؤال مادام حكيت عليه، قولي كيفاش أقنعته؟ خاطر هو خلينا نقولوها كما هي، غبر على الساحة الفنية. كيفاش أقنعته باش يرجع؟ صحيح هو ماهوش يرجع بظهور، معناها هو المخرج تعرف المسرحية هذي وكتب معاك زادة، لكن هو حتى نتذكر في فيلم شرش حتى في الجوائز اللي كان ياخذ فيها الفيلم هو كان مشكور برشا في الدوره هذيك وما حضرش، وحتى عبير بناني كيف زميلته في الفيلم هذيك وقتها ما حضرش معاهم في افتتاحات. كيفاش اقنعته باش يكون موجود في العمل هذا؟ والاكيد باش يطلع سيرسين في واحد من العروض. تقول لي شلي ما نعرفش. انا نعرف به. انا كلمه كيفاش اقنعته نسمعها في اكثر من مره. هي. حسيت روحي اون كوبل مع حمزاوي. لا ماكش مكوبل معاه انت، نعرفوا معاش كون مكوبل. كيفاش اقنعته هكا دحنست عليه؟ شنو كيفاش اقنعته؟ انت قلت دحنست عليه بعد هبطوا لك الباجيت راه ومسؤول كنت قلت انا خاتين. ما جو مون فو. ما اقنعتوش حمزاوي سي تان امي ومشيت هكاك الحكايه، نفس الريبونس ديما باش تتعاود خاطر فريمون جي با اون ريبونس، ما عنديش ريبونس خاطر عبد فما كيما انا وياك فما كيمياء وكنا باش نخدموا حاجه مع بعضنا وقفها ديستا مثلا ولا احنا كمل وجيت هكاك صدقني حتى المسرحيه بيضاء. يعني باش نعطيك سكوب هاي من موزايك نحب سكوب ثاني ذا اليوم. ايه الوليد عطاني سكوب زاد عنده ميسيون. داكور بس خايب دحنس عليه حديتها سكوب. لا لا ما سكوب تاعنا اصلا ما تهبتوش الوليد جوست الفريق الويب تاعنا الديجيتال. لا عيب نشكي. لا شنو شو ماكش خارج منها؟ قلت ما نجمع نتاع باقة سكوب انه المسرحية ما كانتش باش تهبط في الوقت هذاك باش معلوماتك كان باش تهبط في سبتمبر. اي معليش تو سبتمبر باش نبداو بها السيزون. شاءت الاقدار ذلك قال لي كلمني البروديكتور والمانجر سي لطفي حجيش حجيش ايفنت اللي انا
متعاقد معاهم. كلمني قال لي اسكو تحضر لو 21 جوان او نو. اي ولا قال لي جاوبني باي ولا. انا في حياتي نعرف ليه واحد لا اله الا الله كهو، نعرفش ليه اخر، من منش فما ليه اخر. فالنجم قلت له من دعوك نجمت وخلط خلطنا خنزيدك. كانت كان الوقت حاضرين احنا، ما عملنا كأنه كور اكسيليري، معناها البراي في عود 6 سوايع نعمله في 9 سوايع. جات مدام سوسن معالج وشهادتها نتشرف بها ورايها نتشرف به، كانت فرجت ويعطات رايك وحضرت وشرفني على الاخر، وفرحت برشا بكلامها على اللي شافته. فكي فهمت لي كونديسيون وفهمت احنا فين ايتاب راهو نمشيو السبعة متاع العشية نكملوا الاربعة متاع الصباح. باهي هي شويه ضحك ولعب درشناية تبدا 8 ونص 9 ميكم يا محط الاربعة متاع الصباح برشا وقت. اما عندي سؤال هنا على حمزاوي مره اخرى، ماكش نكوبل معاه نعرف، اما جوست سؤال لازم يتسال خاطر جينيرالمون راه وانت هذه تجربتك الاولانيه معنا باش تكون سور سين. اي مش وراك وحدك راه وحدك نحكي وحدك سور سين ورا سين، نعرف عندك تجارب سابقه. اما هذه اول مره. حمزاوي عمره ما عمل الاخراج قبل اللي نعرفه انا على الاقل. سو مثل هو سو ورابر معناها لليوم توين سحبوا يرجع يراب لليوم معناها ما نعرفش عليه وقتاش عندك انت فكره وقتاش يرجع، حتى حد ما عنده فكره تقريبا ما نعرفوش باش يرجع ولا، ولكن هذا اللي علينا فيه. هو ما عندوش خبره سو اذا ماني مش اذا نعم معناها انا غدوه نمرض نمشي هاو الريستورون تحتنا لهنا نقول شوف اذا عندك ونقول سو اذا انا عندك. السؤال هذا راه شوف انا اللي نسالك فيه نجم غدوه راه يجيك من اي انسان راه يقول لك انسان وما يشعيب راه ما عندوش خبره. أنا انت بيتك ما عندكش خبره في الطب وانا ما عنديش خبره في علوم الفضاء عادي. مش كيف كيف مش مشكله كيف. شو ما عندوش خبره في الميزان سين فاهمك ايش تحب تقول وين باش توصل. ما عندوش خبره في الاخراج ولا في الميزان سين كيفاش يعمل الميزان سين. حمزاوي راه ولد تياتر باش نبداو متفاهمين نعرف، ومع واجهه جندوب يعمل المسرح وعمل مع برشا برشا اسامي ما نستحضرهمش. تو حمزاوي اللي يعرف يعرف هو التياتر دونك عنده. علاش لا انا نقلب صيغه السؤال ما قال حد علاش علاش لا معناها اذا ما عندوش خبره نتاعي هاو اثبت انه هو ينجم يعمل ميزون سين مزيانه برشا وفيها معايير المسرح وفيها الخدمه مع نتاع الضوء وفيها لي كومبوزيسيون فيها الضوء الدوش والضوء اللوطه ماهوش الفوق وخدمنا خباب الباهين وحلوين كونسيغنون الكومبينيزون نتاع المسرحيه نتاعي. احنا المشكله هذيا مشكلة سيستم كامل. علاش خاطر هذيا تشبه لها في نفس الفامي كلمة عمره ما عمل شبيه عمل في نفس الفامي مثلا متاع الفنان القدير المحترم الجميل سانكزيست باس فماش الباتشينو ياخذ 80 مليار بفلوس تونس على الفيلم تعرف كيف في جنيريك شي يخرج ويذا الباتشينو مرجع متاع تمثيل إيه كيف كيف ما هيش جسو احنا جس عندنا التأليه وعندنا لازم وعنده عليش هو عنده عليش لحظة بركة لحظة يسك هذية نفس الجملة يعتمدوها باش ما يجي اليوم ما عندناش وزير جون ما عندكش وزير يعرف يستعمل ايباد انت يا صبر يا صبر شوف ما عندكش وزير يعرف يستعمل ايباد خلينا نجاوبك على حكاية وزير راهو كي شد وزير مش لمجرد انه جون راهو انك تكون جون ماهيش كفاءة في حد ذاته الكفاءة انك تكون عندك هذاك كي تحكي لي على الوزراء اما انا كي قلت لك حمزاوي ما عندوش من الخبرة مايش تعرف انا مايش مشكل مرحبا بيه خلي جرب كيما الناس الكل قاعده تجرب وكيما الناس الكل قاعده تخدم حتى حد ما منعه خدم ما عنده وبرهن. لحظه ما عنده حتى حد منعه هو اما قلت لك انا بالنسبه ليك انت ملاحظه كيف هكا ما تخوفكش من الاول no. نعرف صاحبك وعشيرك نو ما عندنا حمزاوي قال لي كلمه حلوه وانا نمن بها ما فهمش صاحبه في الخدمه في بالي ما فهمناش no. اما زيد ما ناخذ قال كلمه يا اخي يا اخي اذا فما الكيمياء متعديه والفيلينغ واذا نشبهوا لبعضنا في الكونسيبسيون واذا اللي مدلي فيه انا مقتنع به ومقنع لمعايير المسرح ومقنع لجماليه العرض معناها علاش باش نخاف اذا باش نخاف نخاف من روحي لا ما نعرفش نعملهم مليح هو ربي يوفقك ربي يوفق حمزاوي ربي يفضل ان شاء الله ربي نشوفوه سير سين معاك هكا في الاخر بوكي نوار والدنيا نسيت خد السيونيه الحكايه مثال شوف حاجه اخرى نهبط على ركبه مثلا نكملوا على حكيو على هاو المسرحيه ذي ما عملتش انت عرض قبل الاول لا ما نجربوش احنا نجرب كور وتول جمله لا ما نجربوش فضل ربي علينا الحمد لله فضل ربي علينا شكرا للثقة جمعية شرطة المرور وإشراف وزارة الداخلية كان ذاك العرض الأوليني صحيح سي علي الجويني خاطر راهو نقولها خاطر حاجة نعتز بها وشكرا على الثقة في المنتوج
ومالغري فيها دي واحد دي كريتيك للسيستيم للشرطه اذا تحب للعون الامن اذا تحب وافيك سا ما لا طلبوا مني اعطينا على شنو باش تحكي ولا كي كملت العرض اش بك حكيت هك دونك هذا انا نحس اليوم مكسب مهم ومهم جدا جوست انت ما تتعدى على حتى حد حكيت على الكونتينيو توا المسرحيه هذه فيها سياسه وفيها نقد كل شيء في سياسه به عندك اراء الانترفيو نتاعنا هذا بيد سياسه السياسه تنجم تحكي عليها من ناحيه انك تنقد معناها تنجم تحكي على حاجه غلطه حاجه خايبه حاجه ما تعجبكش لكن فما زياده الاراء السياسيه الاراء السياسيه عندك اراء سياسيه هل في المسرحيه هذه كيما شنو عندك انت اراء سياسيه ولا ما عنديش اراء الممثل ما يجاوبش موقف الممثل لا ما قلتلكش جاوب اشو انا ما قلتلكش اعطيني رايك سياسي في حاجه معينه لا نحكيك على المسرحيه هل انت في مسرحيتك عندك اراء سياسي ولا لا انا نسالك هاو وظيفه الفنان او الممثل مثلا من نقد السياسي يطرح الاسئله ما يجاوبش هاو نسالك سؤال المسرحيه حاضره اكيد عندها برشا باه اما احنا عندنا ايفينمون لهنا تواصل اللي هو الدستور باش تحكي على الدستور لا مش مشكلتي قريتو مشكلتنا اكبر من الدستور احنا ما كبش تنقد الدستور جزء من السياسه شنو قالك قاعد ننقد انت جيت فرشت فيها ما نقدتش الدستور يعني. لا ما قلتلكش نقدتو يا صابر وين ماشي يا صابر ركز يا صابر ما هو فانتي باش تخمم في عقلك ما قلتلكش قلتلك انا نضيع في الوقت باش نخمم في ريبونس ايش نبدا اعطينا كم تاع البحاث هذيك ايش نبدا بشوي يلا قريت الدستور صابر اي باه جديد ولا القديم الزوز عاد حبك 2014 وهذا جديد جديد هذا جديد هذا توا يتنقح اخر مره ما تنقح الدستور الجديد كامل هذا كامل صارت بدل الجمله قريته ولا لا والله ما قريته قاعد نقرا في دروسي اهم لي ماكش باش تنقد الدستور معناه ما فهميش علاش تنقد ما قلتلكش فما علاش قلتلك ماكش باش نسال فيك باش تنقد الدستور ولا ما تنقدش ماهيش وظيفتي ما هو سياسه اذا انت حبيت خلي ربط السياسه كان بالدستور ما فهميش برشا حاجات فما انا عندي فما بليزيور باك في السياسه اول سياسه هي احنا الباقي الكل زايد يكذب عليك اذا فما ديفو راهو فينا احنا به اذا انا مانيش انا كي نحكي على العيشه وكي نحكي على الدوله شنو لازمها تعطيني ونحكي على كرامتي في الشارع ونحكي على علاقتي بالمواطن ولا نحكي على علاقه المواطن بالبوليس ولا نحكي على التربيه في الدار ونحكي على علاقه الحب بين البو وولده بين المراه ورجلها كيفاش قدام صغارهم ما يصرحوش بعضهم في الحب انا كيفاش نحب يكون قدرها المراه كيفاش نحب يكون قدر الرجل في الشارع قدر المعلم هذوما حاجات نحكي على النظام نتاع التعليم نحكي على مش شان عام نو ما هو شان عام يهم المجتمع ما يهموش المجتمع كان جاي يهمه راه يصلح روحه نو ما يهموش علاش شنو اللي علاش خاطر ماناش نستعملوا في مخاخنا تو سامبلومون فما ناس تخلص على اليوتيوب 50 و40 مليون في الشهر الفي نامبورت كوا نجاوبك حاجه صغيره انت تحكي على الفيديوهات نتاع مانيش نحكي على حتى تحدي نحكي على امريكا نحكي على امريكا فما قال يعملوا تشالنج نحكي على المريخ ما اخطانا ما قلتش توينسا ما قلتش توينسا خلي خلينا نكمل جملتي تفضل بابا فما ناس تخدم على اليوتيوب في دو نامبورت كوا يخلصوا فيه 50 مليون ويعملوا في 300 400 الف فيو داكور الناس اللي تخلص في 50 و40 مليون في الشهر اخر همها الفلوس خاطر الفالور نتاعها ما عادش فلوس باركونتر هما كيفاش يحسبون خلصك حتى 100 مليون في الشهر اما انت موقف لي 500 الف مخ باش ما يخممش دونك هوني اللعب انا ما نحبش نكون ما كلم خاخ هذوكم اللي قاعدين يقدوا فيا ونركز في حاجات تافهه قبل ما نمشي نحكي على العرض الاولاني نذكر سابر سيزار وظيفه تنجم تتبعوا على الباج فيسبوك موزايك اف ام زاد على سيت www.mosaicfm.net تتفرجوا غاديك الصوت والصوره على حوار كامل قبل ما نوصل العرض الاولاني نحب نسالك سؤال في بالك اللي عندك وجه شبه انت ظافر العابدين نعم تصور طلعوا ترى انا ظافر بخلف اللحيه ظافر ما عندوش لحيه مش ديما في الفيلم عنده ذاك فيلم غدو عمل لحيه عمل لحيه قليش واش الشبه اللي انتم الزوز تعديتوا في اخبار الوطني وي اونور وشرف وحاجه نعتز بها خاطرها ما صارتش خاطر شئنا ام ابينا التلفزه الوطنيه الاولى ما هو قطاع عمومي كما اي قطاع عمومي عنده مشاكل وعنده ما نعرفش اجهل الاسباب شرف انه قسم الاخبار نتاع 8 يبعث لك ايكيب باش يعملوا ريبورتاج على مسرحيتك اللي ما صارتش قبل اخبار 8 راهي حاجه بقدرها في العالم الكل بطبيعه دونك شرف ليا انا وفرحت بها برشا و سيتان كادو دونور بوغ موا
معناها سيرتيفيكا ايتاتيك اللي العرض نتاعك يستحق انه يتعدى في الوطنيه. دونك هذا شرف كيما نتشرف بعائلات قاعده تفرج فيا كيما ام كيما بو. دونك هذا فضل ربي علينا ونشكرها الوطنيه والتلفزه الوطنيه. ديما نقولوا بالتوفيق وسلم عليهم زملائنا في الوطنيه الاولى غادي الكل مؤسسه كامله للتلفزه الوطنيه. اعطيهم الصح. برشا وجوه معروفه كانت موجوده وشفنا ردود افعال مثلا ملي شفنا مروه بن اسماعيل خرجت تبكي. تغرد دي. غرد الدار. تكلمت عن بعض ولا؟ بيان سور صديقتي يا رجل ديما اون كونتاكت مع بعض. باهي فما خدمه ولا بلاش خدمه؟ فما رد فعل ما نصورش كلمتوا من بعض. شكون؟ فما رد فعل جاك من شخص ما نصوركش كلمته. فما رد فعل انا شفته رد فعل؟ محمد علي النهد. شبيه؟ قال ما ناخذوش عليه العرض الاولاني هذا. اعتبر انه اللي جاوا صحابك. فقط. يمكن في بلوش عقبت عليه. احنا عملنا 650 في الجيشي براتيكمون اشتر المسرح البلدي اكثر من اشتر من جون سيبا. ايه ما كان دي معنا فما تساكر ماهيش ماهيش دعوات. تساكر هبته 50 و30 فما دعوات وفما تساكر هذا اللي موجود. عني جاوب هو فما جمعية شرطة المرور انا تفاجأت انه تساكر هبته لو تعش معناها تساكر ب 50 و30 وعرض اول يا غالي معناها انا جيتش اوكي بالسوم عندهم ممكن دخلت شفت فرحت عندي عندي تساكر تبيعت هم ما همش هذوكم الاسوام تاع العرض الاول خاطر معناها تابعين عباد اخرى منظمه اللي هي جمعيه صوره المرور معناها هم اللي لاهين بالتنظيم مش حاجه حتى لي زانفيتاسيون معناها مش احنا دونك فرحت بها فرحت دونك وعقبت عليها عند اميمه في معها في ديوان افام سلموا عليها وماي مرضاليا وقلت له يمكن نجم يكون هون في بلوش مش نجيب 650 صاحبي نعمل تروي نعمل تروي دوزيام سيزون ثم اللي قاسوا تذكرهم محليهم دخلوا وتفرجوا وان شاء الله العرض هذا باش يكون موجود نحكيهم بعد على العرض القادم. لكن فما انفيتاسيون رئيس الجمهورية سويلي لهنا وتحكيت عليه الكلام هذا هل انت استدعيته لانه قيس سعيد ولا دخلتوا رئيس جمهوري؟ يعني كان جاي واحد اخر رئيس جمهوري تستدعاه فقط لسيفته كرئيس ولا استقبلته فقط معناها حبيت تستدعاه فقط لانه قيس سعيد؟ على نسيبي هو ما قلتكش نسيبك انا هل انت استقبلت رئيس جمهوري ولا استقبلت الشخص؟ انا وقتاش تولي الشخص كنا بعثها لدار والانفيتاسيون انا بعثها للقصر دونك القصر ماهيش دار ولا جوستومون مادام بعث للقصر معناها قاصد المهنه ما نعرفش الاسامي يعني اي رئيس عارفه. اخر في تونس تستقبله وعد معناها تستدعاه ما عندكش فيتو على حتى اسم في الساحه السياسيه التونسيه معناها انك تستقبل اي اسم. انا مواطن شو نستقبل اي اسم يا اخي باش نعملو كاستينغ انا مواطن تونسي المسؤول عليا رئيس دوله استدعيت رئيس دوله حبيته يحضر يشوف جون على شنو قاعد يحكي شنو مشاكله احنا عندنا سين نعبروا كل واحد انت تعبر بالميكرو اللي عندك احنا كل واحد يعبر باللي نجم من المنبر بتاعه فحبيت نستدعاه بعثنا انفيتاسيون اوفيسيال ليه وزارة الثقافة بعثنا دي بلوزيور معناها ثم دعوة منهم تلبيت انت بعثت برشا مش حكيت فما دعوات تلبيت جاوني ما تنسيش هذا وقتها ما زلت كي توفيت زوجة وزير الداخلية مرة أخرى ربي يرحمها وربي صبرهم معاك أما جات هيكل من وزارة الداخلية شرفوني بحضورهم وهيكل مهمة اللي ما جاوش ما نعرفش نجاوبك عليهش خاطر نحكيه على كمام ونصنفو في اللي نو نحكيه على عباد عندهم ميزانهم في الدولة نحكيه على رئيس جمهورية رومانيش نحكيه على رئيس جمهورية ونصنفوه هو به خايب اللي عم فيه به خايب أنا ما نفهمش نحكي على الهدف من الدعوة دي انك توصل الرسالة تحكي معه حق يا اخي حق لا ما قلتكش مش حقك مواطن حبيس رأي الرئيس متاعي ماذا بيا كان احضر لي ما نجمش احضر لي دواعي امنية لي دواعي انشغالية لي دواعي عملية باهي خلينا نسألك انا اسئلة توا كي لعب الجمهور سمي لي اسامي معروفة وبالله كان ما نسميش ليه هيت عندك توا ديجا يمكن رقدوا راه باش تسميهم دونك العشرة خير دونك ما تخافش على مسؤوليتك باهي شكون تحب يكون حاضر في الجمهور اكثر شخص من المعروفين ميسيرش اكيد انت باهي العائله تسبقها والكل هذا كله انا شو كي تغصوش مخاطر واحد بركه باش نطلع برشا برشا ميسير سمي لي اول اسم في مخك ما يتغشوش يعرفوك ما يتغشوش اول اسم جعفور باهي شكون ما تحبوش حاضر في خاطر جعفور مسكين ما جانيش ويصور وعنده عذر وجاني طارق بعلوش من العشرة متاع الصباح ان شاء الله التريس جوي العرض الجاي هو ان شاء الله يكون إن شاء الله. حاضر معايا قلبا وروحا شكون ما تحبوش حاضر في الجمهور لا ما فهمش قولي بعلوش خاطر جاي في الاولى منع روحك منع روحك لا ما نعرفش روحي علاش عيب امبولي ما تجيش نو ما عرفش جاني العرس نطردو شكون تحبو يقعد في الصفه الاولى من الجمهور امي
شكون في الصف الثاني؟ ما عرفش اللي يحضر اللي يخلط على البلاصه يشد وكاهو. ما لا اجابه باش نعمل ابهرتني. مش نقول لك مش قطع الورق ثاني. شكون اول عبد كمل مسرحيه تحب تعنقه اول واحده؟ وسي امي بخلاف ربي يفضل هيك. بابا ما هوش ربي موجود. ما كانش موجود خاطر في الجزائر والحدود مسكر. ربي يفضلون. خطيبتي مش ماشي. خواتي منعتك. خواتي باه سافروا الكل معناها. اي بيان سور هما سافروا الاولى في قلبي. شكون تحب يجي يتفرج فيك بالسرق؟ عليه بسرقه السؤال هك كان نرمي صفر تفرج فيه بالسرقه. هل تفرج فيه بالسرقه يعجبكش يا اخي؟ بيجيبوا له تاكسي انا نرمي صفر ويتفرجوا فيها ويحشموا به باهي الاغنيه وزره يتفرجوا فيها نرمي صفر على مسؤوليه كمناش حتى وزير يتفرج. من قلت توانس انا ما نعطيكش عصا تضربني بها تهن به نمشي انا توا باش نسرق شويه هيك قبل ما يفوت الوقت. مازال عنا شويه وقت. دورك في البلاس شفناك في رمضان دور الفيتوري. الدور بالنسبه لك انت راضي عليه؟ على الاخر فرحان بيه مش راضي فرحان بالبروجي الكل بلاص مع زيادتين. انا اليوم حدسي ما خيبنيش. قبلت الدور للمه نتاعو للكتيبه نتاعو للحنكه نتاع السيناريو الاخراج الاضاءه ليكيب تكنيك الكل. سكوند رول سي معز الجديد تحيه ليه خدم سكوند رول في كان ما كانش. مروان العرير خدم سكوند رول جميل المديني سكوند رول. دونك انا كي تجيني اوكازيون باش نخدم سكوند رول في بروجي هكا والحمد لله فضل ربي نجح ان شاء الله. ما كانش راهو كانوا اغلبهم دي جيست معنا ضيوف معناها تم استقبالهم هكا في الكاتيجوري اسمها سكوند رول. ضيوف مش ضيوف اسمها سكوند. انت ادرى ليه في الكاتيجوري حتى في اماك معناها كانت فما بريو خليها مروان العريان ربي ينجم. كنت موجود زاده في زينه وعزيز كان السيري اللي وقتها تصورت وكان مش عاده في التلفزه وما تعداتش ومن بعد شفناه في شاهد وتفرجوا فيه العبد الغادي واكتشفوك زاده في دور روح الروح راجل سماره راجل نرمي صفر. وكان هذا العمل من انتاج سونيا بن بلقيس. اي هي اعلنت على انتاج جديد. اي اللي هو ليلا سندريلا. ليلا سندريلا حلو فيها ميزان حلو كيما زينه وعزيز مش كمل هكا عرفت. ليلا سندريلا حلو ليلا سم فيه سنوريزاسيون. عيطولك كلموك؟ هو الشرط انه يكلموني ولا ما قالوا؟ ما قلت شرط. ما اتصل بيا حد جوست كما نوم. ما اتصل بيا خايف اللي تعاود التجربه وتلقى روحك ما تعادش في التلفزه والعمل يابتا وترسل يابتا في منصه. الخايف من الشيء هذايا؟ لا ما خافش عليه. إذا ما تعديش في التلفزة أنت عندي تلفزتي نتعدى فيها ونعمل فيها اللي نحب. أنا وصلت بتلفزتي أنا اليوم الحمد لله فضل ربي علينا. بالنسبة لتلفزتك أنت أنا نخدم مش من نقعد على رحمة حتى أنت تلفز. في يوتيوب بديت عندك مدة وبديت بجوبرو بديت بجوبرو وعملت كل مرة تحكي أن نذكره موجود على تدخل على يوتيوب تلقى وشين كاملة كل مرة مواضيع سيزارت اجتماعيه مواضيع معناها كل مره تحكي على حاجه معينه بشويه السوسيال نتاعنا بشويه التيك نتاعنا بالضبط لقيت روحك متحرر. اما بعد في وسط الخدمه هذيك في يوتيوب لقيناك تتعدى مع امين قرا في جودي 2 في بريود معينه كنت تعدي فيها الكبسول وقصت الحكايه ثلاثه حلقات الاخر ثلاثه حلقات الاخر نتاع جودي 2. علاش ثلاثه حلقات؟ وحنا نعرفوا برشا برامج فيهم هكا لي كابسول ويخدموا علاش كنت ليه؟ هل ما فماش اتفاق؟ هل انت قلت لا كمل كمل يوتيوبك هاو خير نجاوبك تفضل. هما كانوا ثلاثه حلقات الاخر نتاع الميسيون هذيك في السيزون هذيك دونك بروبوزا مين ونوجه له تحيه صديق خدمنا مع بعضنا على اساس معناها عام الجاي نجموا نعملوا كولابوراسيون ونخدموا. ما صارش نصيب في هذاك الدومين معناها هو ديل يا ميبي يس ميبي نو فنو مشيت للنو ما اتفقناش وما خدمناش ما صارش اتصال وما كملناش في المشروع. لا انا وقفت ولا هو وقف ما يقف حد. ربي يوفقك. 13 جويليا ان شاء الله عرض قادم لها وان شاء الله نكون حاضر. 13 جويليا لازمك تكون حاضر انت والشله نجي ونطلع عليك. لازمك ونتفرج ان شاء الله باش يكون في المركب الثقافي بال 13 جويليا في المنزه في المنزه سيس باش يكون وتزاد لي البارح. نحب نسلم خاطر برشا دي كومونتير على البلايص فنسرب قداش عندي وقت فيس فيس. نحب نقول لهم راني بحذاكم في مستير الغاليه قدرة ربي ان شاء الله في مهرجان مهرجان مستير. مهرجان مستير الدولي ان شاء الله ربي قدرنا. ونحب نسلم على صديقي انا مغشو برشا اللي هو في ام ام كاست اللي انا عامل معاهم كولابوراسيون مالك تبورسكي نسلموا عليه نقول له سامحني ملوك سي بريسيون تاع خدمه تو. نسلم على عائلتي نسلم على امي طارق المحسني صاحبي عمل عمليه نحب
قول له ان شاء الله لاباس واكثر سامحني والله نعرف تاك وحي ندلل تمام نعرف باش كلمني انا باش كلمك انت صحيح كلمني انا نحب نشكر الناس خاطر ديما نسلم على الناس وعرفت الناس كلش بيك ما تسلمش ما تسلمش ما الناس اللي بالحق نحب نشكرهم نعطيهم هكا سباس صغرون البيبليك نتاعي اللي هو خلاني نوصل لليتاب هذايا الامات العائلات اللي حبتني نحب نقول لهم ميرسي بوكو راهو بغير ما تسالوني اسكو باش تتبدلوا الا لا رانا ديما على نفس العهد وعلى نفس الوعد وبقدره ربي سميع عليم راهي مازالت جو برو ومازال تيمور الشفيق وفهم واحد كتب لي شنو سي خدمت بينا معنا خذوا لي راهو انتم راس المال معنا نجم بطل حاجه اخرى وانتم على اليوتيوب لي ميرسي بوكو صابر برشا وشرفتني برشا بحضورك اليوم اخويا واجي صابر سيزار تحياتي ليك.